التوقيت تكلمتي 10 دقائق و30 ثانيه 31 ثانيه بالضبط، وسي سبيع تكلم 10 دقائق و40 ثانيه فايتك بغيت انت الوقت فايتنا فايتك غير 90 ديال الثواني. لا 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 ماشي مشكل ماشي مشكل. لا يسمحني قبيله الاخ سبيع اللي قطعته لانه دار واحد الملاحظه عليا، قال انا كنهضر وكنخلص المواضيع وجا نعم السي هو وخلطها كامله. احنا بصدد صندوق المقاصه الموازنه خصنا نتفاهموا على كل شيء كيقول في المغرب الاصلاح، كل شيء كيقول خصنا نديروا الاصلاح، كل شيء كيقول خصنا نصلحوا. كاين اللي ما كيقولكش كيفاش، كيقول لك عنف بحرك غير خصنا نصلحوا، وكاين اللي كيقول لك تشارك معايا باش نصلح. يا دابا بالله عليكم، الحكومة قررت تزيد في التعويضات لواحد الفئة ما عندنا علاش نوصفوها، تعويضات في الأجر ديالو ويستحقوها. طلع بلاغ ديال جماعة منه كتقول هاد التعويضات كان خصكم تاخذوا رأينا. الله يخليك الحكومة هي اللي كتحسب شحال غتقد تعطي، ودابا تجي الحكومة تقول لي بغيت نعطيكم 1000 درهم، وداك السيد اللي قدامي غادي قبل 1000 درهم غيقول أنا بغيت 3000، لأن هو كيفكر فيها غير هو كراسو. نرجعوا لما نحن بصدده. أولا المغرب كانت فيه المقايسة حتى العام 95، في عام 95 وأنا من المساهمين في 1995 في وضع المقايسة في المغرب، لأنه كنا غاديين للقطار في 95. جينا في عام 2000 ووقفنا المقايسة، وتقال وخلي داكشي خلي داكشي. قبيلة سي رشيد أعطى أرقام. إخواني، ملي كتكون الدولة كتقبض 54 مليار 55 مليار كتلوحها سنويا بحال لاحتها في القادوس، في الوقت اللي خص بلادنا تجهز. غنعطيكم مثال واحد، وانت ولد المنطقة الشرقية، المستشفى الجامعي ديال وجدة خير من أفيسا من بنو سينا، بنو سينا هنا، وخير من 20 غشت، مجهز. يلا دخلوا ليه الأطباء ودخلوا ليه الممرضين ودخلوا ليه المواطنين المرضى. شحال سوى لنا؟ 2 مليار و200، وحنا كيمشي لنا في السوبر 1 مليار و200 مليون. واش هاد الشيء منطق في هاد البلاد؟ نبقاو مستمرين كيف كيقولوا المغاربة بالدارجة بالعمية؟ هذه العمية في الاقتصاد. ولذلك خرجنا سوبر. هاد السوبر كيف قلتي يا السي العربي صحيح، لابد نفسروا للمغاربة وهادشي اللي كندير هادي 10 ايام وانا كنشرح هادشي. شكون اللي كيستهلك هاد السوبر؟ هذاك الاخ قبيله في الروبورتاج قال ايوا الكيران وما عارف حتى الليسانس اللي كيدخل في الكار كيدخل فيه الديزل غازوال سوبر، ما كيدخل المازوت، ما كيدخل لا في كار لا في طوبيس لا تاكسي كبير لا تاكسي صغير. ودابا غنبداو نشرحوا الحوايج اللي عارفينها الناس كلهم، ولكن كاين اللي ما بغاش يعرف هذا الشيء. ما عندنا ما نديروا ليه، الا كان مكلخ راه مكلخ، ولكن الناس راه فاهمه اللي بغى يفهم. سوبر 60% ديالو كيستهلكوا حاضرات السيارات ديال الدوله تقريبا، بلا ما دخلوا في التفاصيل ديال هادشي. كيقول لك باش عرفتوا ونسيتوا بين انه كتخلصوا الضريبه كل سنه وكتلصقوها على الباربريز ديال الطوموبيل، بمعنى الحكومه راه الفينيات راه الحكومه عارفه شحال ديال الطوموبيلات والانواع ديالها واللي كيستهلك، وكاين الفينيات ديال المازوت والفينيات السوبر والفينيات ديال الطوموبيله الكبيره المبرعه. ايوا 60% كتستهلك هاد الدوله. ايوا كتقولوا ترشيد الاداره
النفقات. نعم النفقات. ايوا سيدي هذا ترشيد بطريقه غير مباشره، ترشيد بطريقه غير مباشره، معناها هذيك الاداره عطيتها 100 درهم باش تصرفها في ليسانس، الا قادتها تحت ذاك الطوموبيل ولا تفكر تنظم الرواج ديال ذاك السيارات 12 شهر. وبركة المغاربة ما تلاوش باغيين السيارات قدام الحمام وقدام المدرسة وفي السويقة وفي بركة. صافي هادشي عيو منو المغاربة، هادي هي العدالة اللي يبغاو المغاربة ويشوفوها بعينيهم. ولذلك هاد السوبر راه ما كيقيس لا خبز لا خضرة لا شمعة لا حتى حاجة. هادو ناس راكبين في واحد الطوموبيل، هي كاينين طوموبيلات صغار حاسبينهم في الرباط وفي الدار البيضاء، ما غنقولش الماركات ديالهم، ولكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في هذا الاسبوع شركه يابانيه جات كتجري للمغرب وقالت بهذا القرار اللي خديته احنا مستعدين نصايبوا اوزين في المغرب ديال السيارات الصغيره ديال الديزل ديال المازوت. هذا العالم كيتطور، دونك هذا هو اللي خرجنا. نجيو الفيول، الفيول هذاك الفيول اللي داروا فيه تحرميات في الكتابه الصناعي، ايه سموه الفيول الصناعي رقم جوج، وهي الفيول اويل رقم جوج. كتستعملوه 17 شركه، ثلاثه د الشركات كتاكل منه 65%. ما يمكنش هذا الشيء يستمر في المغرب، راه ما يمكنش. عباد فيها شركات ديال الدوله وشركات خاصه، خلي داك الشيء مستور. المهم هاد 17 شركه ابتداء من فاتح فبراير تدبر راسها، ولكن حنا ملتزمين في الحكومه بواحد الشيء. والسيد وزير التجاره والصناعه الاخ مولاي حفيظ العلوي العالمي ملتزم بين انه كل شركه من هذه الشركات اللي وجدت صعوبات ان نتناقشوا معها، ولكن ما باقيش ندعموها عن طريق الفيول أو ندعموهم عن طريق الضرائب، غندعموهم مباشرة للاستثمار والتحول ديالهم. هذا راه السي العربي، سيدي خالد مشات لي. أنا راه صحاب سنين. هاد الشيء اللي كنديروا في المغرب بحال واحد الولد جالس في دار وكتعطيه شي بركة ديال الفلوس كل صباح ولا في آخر شهر، والوالدة ديالو كتعاود تهلا فيه وكتدفدف عليه بشي غطان عام سيدي حتى ال 11، غيمشي يقلب على الخدمة في نظرك، والله لا قلب على شي خدمة. هادشي اللي وقع في المغرب، بداو يعطيوهم الدعم والناس ما دارتش الاستثمارات اللي خصهم يحولوا بها الوسيلة للإنتاج ديالهم. دابا غنقوموا بواجبنا، غنقوموا بواجبنا في هذا الفيول رقم جوج، 17 شركة وكل شركة عندها صعوبة غادي نتناقشوا معاها، ولكن كاينين شركات خصهم يهضروا معنا بالمعقول، لأنه حنا عارفينهم يحطوا لنا البيلون ديالهم، حنا عارفينهم كيبيعوا جزء ديال المواد ديالهم. والله ما يقبت منك الشك، والقانون كيفرض الشك، يجيبوا لنا شحال الشاكات كيخلصوا بها المواطنين، ولا عندهم صعوبه مبارك مسعود. ولكن والله ومشيتي غير خارج الرباط هنا دابا تشري شي واحد الماده من عندهم، والله لقبت منك الشاك، كيقول لك راهم حب. يا انتم كتفهموا، انتم تبارك الله كلكم برلمانيين والتجربه وكتفهموا في هذا الشيء. حنا هي كندقوا على هاد الناس. الاصلاح ديال صندوق المقاصه ما هو بعدا؟ الإصلاح هو إما كتخلي فيه مواد إما كتخرج منه مواد، صافي. وإلا بانت شي مادة فيها الصعوبة كتدخلها ليها، لأنه اسمه تثبيت الأسعار باش تحمي القدرة الشرائية ديال المواطنين. علاش دايرين فيه السكر ودايرين فيه الدقيق؟ كان فيه زمان الزيت وكان فيه زمان الزبدة وكان فيه الحليب وكان فيه السيما، حتى السيما راه كان. هادشي اللي كنديرو حنا ماشي أول مرة. أولا ردينا المقايصة في شوتنبير، ودابا خرجنا جوج د المواد. كتقول السي خالد السي سبيع،
بين انه ما خبرناكمش في البرلمان. هذا ماشي صحيح، اسمح لي ماشي كنكذبك. جيت للجنة انا، اعوذ بالله من قلت انا، جيت للجنة الماليه في مجلس النواب، وجيت للجنة ديال المستشارين اللي كانوا حاضرين فيها النقابيين، شي ثلاثه ديال الناس جينا للجنة، ما جاوش الناس كاع، وجبنا لهم التقرير ديال الجنة ديال صندوق المقاصه، وتوزع على الاعضاء وخرجوه الصحفيين ونضجاه في المغرب. هاد المديره ديال صندوق المقاصه اللي قالتها هنا كانت غادي يقتلوها، وكانت يلا لانه يلا بدات مسكينه، لانه ضبطنا تنظيم ديال صندوق المقاصه تضبط. اولا خرجنا التقرير ديال النشاط ديالو وقدمناه لجوج اللجان ديال البرلمان ونشرته الصحافه، درنا واحد الشفافيه في التسيير ديال الصندوق، بين انه ملي صيفط الفاتوره غيدخل بمود باس واحد، وإلا بغى يعاود يصيفط فاتوره خصو يعاود يدخل بمود باس واحد اخر، لانه كانوا كيمشيو للملفات ويعاودوهم. فضينا مع هادشي، ياك حنا عندنا 9 مليون ديال الناس في الانترنت، ايه سيدي 9 مليون هاد الشركات تبارك الله اللي حنا خدامين معاهم يستعملوا معنا انترنت، ولكن بغى يدخل عندي لاكيس غيدخل بمود باس واحد ومات، باش ما عاودش يرجع للوراق. ولا حنا هنا اسمح لي عفاك، درنا لوديت لاكيس، ودابا درنا افتحاس لاكيس. اكثر من هاد الشيء، المجلس الاعلى للحسابات بطلب من مجلس النواب طلب بتقرير، جاوا المجلس الاعلى للحسابات جلسوا عندنا 3 ايام ولا 4 ايام وداروا الافتحاس، وهو غيصدر التقرير ديالهم وغادي يبين الاصلاحات اللي دخلنا عليها في الشفافيه ديال هذا الصندوق. خلقنا واحد العلاقه جديده مع المتعامل مع هذا الصندوق، وكننشروا شهريا. دابا في الموقع ملي تقاضى شهريا ناير غتمشي للموقع ديال الصندوق وغتلقى اشنو دفع، شكون اللي استفد، وشكون اللي استفد، والشركه. ايوا هذا الشيء كيقولوا مثلا في السكر، واحد العدد الكلام كيتقال، كيقولوا ما كتردوش من عند مالين الشركات اللي كيستعملوا السكر. لا سيدي كيردوا الفلوس، وهذا العام زيرناهم باش يردوا الفلوس، لانه ما عندهمش الحق في الدعم ديال السكر في المشروبات، ورحنا غنعيدوا القانون، لان حتى ذاك القانون كتبوه بشي تحرميه تسماوه نون غاز لي غازوز. لا سيدي كاع اللي فيه السكر، حتى هذاك الحليب اللي كتشرب فيه شي زواقه راه فيه السكر، غادي تخلط اسيدي مول الحليب على السكر، تعرف تزيد على المغاربه، وانت كتاخذ السكر لا غادي تخلص السكر، ما غاديش تبقى الدعم ديالو. اسمحني نزيد كلمه واحده، كلمه واحده غنزيد. اول مره حلينا المشكل ديال الترونسبور، ديال التكلفه ديال الترونسبور، لانه كنخرجوا واحد البلاغ ولقينا المغاربه ما فهموناش، كنقولوا تمام المحمديه لانه هي اللي عندنا فيها تكرار النفط، ولكن ملي كيوصل للورزازات راه ماشي الثمن ديالو اللي كان علنو، لابد يتزاد عليه الترونسبور. واش هو غيوصل للورزازات في الريح؟ راه لابد يديه الكاميو، وهذاك الكاميو عنده تكلفه، لابد المستهلك يخلص ذاك التكلفه. خرجنا قرار فاتح يناير 2014 اللي كنتكلموا على الديفيرونسيال دو ترونسبور. اليوم المغاربه كيعرفوا بين انه في تنغير، في ورزازات، في كيك، في مراكش غادي يخلص كذا وكذا زايد على الثمن اللي محدد للنفط. هذه هي الاصلاحات اللي بغات، ولكن كاين ناس كيقول لك لا ديروا حوار وطني. مزيان ديروا حوار وطني يا سيدي، انت ولد الدار الماليه، درنا حوار وطني على الجبايات، ودرنا مناظره عظيمه في الصخيرات، والعروض وداك الشيء ممتاز، وتقرر ان هذا الاصلاح ديال الجبايات في المغرب وديال الضرائب غيدخل بالتدريج. جبنا الاصلاح ديال الضريبه في قانون المالي، لانه ما اخترناش ذاك الطريق اللي نديرو اصلاح كامل كيف درنا في 82 باش نقلبوا الاقتصاد ديالنا، قلنا غندخلوا الاصلاح بالاجزاء.
دخلنا التيفيا ايوا انتم شفتوا شحال ناض الصداع ديال التيفيا، وغدا غنجيبوا قانون الشركات ومن بعده غنجيبوا القانون ديال القانون ديال السي خالد اسمو. انا الى جاء على خاطركم بنطلبكم في واحد الحاجه، هذه الجلسه اللي احنا دايرين من الاهميه بمكان لا لمستقبل بلادنا لا العلاقه ديالنا مع المواطنين لا الدور ديال الاعلام في ابلاغ المواطنين ما نحن بصدده، ما كاينش الارتجال في هذا الشيء ديال الصندوق. ومن بعد غادي نجي نتكلم على اشنو غيدخل على الغازوال هذا العام. نعم اذا نخليو السيد هي راه خبرنا بها المغاربه، غير دابا غنعاود نشرحها شويه مبسطه. اما راه المغاربه خبرنا ومخرجنا القرار المشترك ديال وزير الماليه، عارفين المغاربه اش كيتسناو من هنا ل 31 ديسمبر. حتى واحد ما يقول لنا فاجئنا، هاد القرارات اللي غتبدا فاتح فبراير وفي 16 فبراير خرجناهم في بدايه السنه ودرنا لهم النشر باش حتى واحد ما يقول لنا. ولاحظوا بين انه قعدوا صحاب القضيه المعلومه كلهم كمدينا وساكتين. شكرا. من بعد قلنا شكون صاحب القضيه المعلومه؟ لا 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 نعم السي هذا نحر بالغمزه سي خالد. بغيت الى سمحتي السيد الوزير توسع شويه خاطرك. نعم شكرا. ديما موسع. لا اولا انا ما كنخلطش، ما كنجاوب. جاوبني؟ لا كنجاوب على الامور اللي كتطرح باش انت كتعطي الموقف ديالكم ديال الحكومه، وحنا عاوتاني كحزب كمعارضه كنوضحوا الامور ديالنا. وبالتالي ما كنخلطش. ومثبت شنو كان لا مثبت لا مثبت شنو كنقول. واعي ما اقول ومعلوماتي دقيقه، واي رقم او مؤشر او حاجه قلتها عندي المرجع ديالها وعندي المصدر ديالها واتكلم بلغه الارقام واعي ما اقول. ثانيا حنا ما كنضحكوش على الناس بخطاب اعلامي ابدا ابدا. واش كنضحكوا على الناس؟ المساله ديال الاستهداف والمساله ديال الحمايه الاجتماعيه والمساله ديال الترشيد، هذا الشيء فيه تعاقد نزيد ناكد وناكد عليه. إلا كانت الحكومة تراجعت عن التعاقد وتراجعت على البرنامج الحكومي يقولوا عنا الدعامات معروفة. التعاقد ديالنا أنه تنزيل الإصلاح بشكل شمولي بشكل تدريجي مع تدريجي وشمولي مع استحضار نظام ديال الحماية الاجتماعية تكميلي لما كان، وكذلك في إطار واحد المقاربة ديال توسيع هامش الاستفادة وكذلك تحويل الهوامش. هاد الشيء حنا متعاقدين عليه، وبالتالي خصنا من تجي شي مقاربه ديال تنزيل الاصلاح نلاحظوا فيها هاد الباكج كامل. هذا ما ننتقد فيه المقاربه ديال الحكومه. لما اقول ان لجنه الماليه لم تستشر، اعي ما اقول، فوقاش جاوا عندنا وزير المنتدب باش يعلن على نظام المقايسه الاول اللي داز 16 شو تندير؟ جا في شهر غشت اللجنه، أسبوعين قبل ما يخرج القرار في الجريدة الرسمية. ها الرسالة ديال الحكومة لصندوق النقد الدولي 15 جويلية 2013 الحكومة تخبر صندوق النقد الدولي هذا الصندوق باتخاذها. هادشي راه في الانترنت بعدا ايه اللي تسحب الناس لا 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 ولكن لا لا مخبعة راه في الانترنت. السيد الوزير انا ما قطعتكش كاع، انا كنسمع لك انا مزاوق فيك. لا بلاتي صحح ايه عفوا يعني خبروا في الانترنت، خبروا مؤسسة دولية قبل ما يخبروا البرلمان. هادشي في الانترنت، رسالة ديال جويلية تم نشرها في الموقع الالكتروني ديال صندوق النقد الدولي في شو تنبير، ولكن لا يستقيم في واحد الدولة اللي فيها سلطات متضامنه متعاونه انه صندوق الدولي نصيفطوا له القرار ديال المقايسه في 15 جويلية ونجيو للبرلمان شهرين بعد باش نقولوا غادي عاد ناخذوا القرار المقايسه وحنا عاد كنتناقشوا. وبالتالي لا يستقيم هذا الشيء اللي قلنا للوزير المنتدب انذاك، قلنا له الله يخليك اما احنا محطه ديال الابلاغ وهذا لا نقبله لانه احنا برلمانيين متضامنون وخصنا نتعاونوا في تنزيل اصلاحات المساريه، اما احنا بريد المغرب ولا ويسترينيون ولا هذا وانتم خديتوا القرار وبلغ لصندوق النقد الدولي بحذافيره بمحتواه بجميع القرارات اللي خديتوا، حذف ديال الحصيص ديال التقليص ديال الحصيص ديال الدقيق المدعم ديال 500000 اللي دات في 2013، حذف ديال نقصنا من 8.5 ل 8،
وبالتالي هذا الشيء كله 8.5 باقيه. وشحال كانت قبل؟ ما نقصناش 2013. راه كان شي 14. لا لا غير 2013 كنهضر غير على التقليص، قلصنا ب 500,000 في 2013. بغيتينا نخليوها؟ خليني، ما كنقولش انا خليها، انا كنقول لك نتناقشوا وندرسوا الاطار ديال التقييميه ونعرفوا الامور كيفاش كاينه. نتناقشوا على 500,000 طن ديال، نتناقشوا على جميع الامور التي قد تهم القدره الشرائيه في اطار تنزيل جميع المعطيات وبطريقه تشاوريه. دونك ما بقات حكومه. سيدنا السيد ولا الوزير كتقاطعني انا ما كنقاطعكش. دونك ما بقات حكومه. ما بقاتش حكومه وانتم مشيتوا البرلمان، ها انتم خديتوا قرار اخر. 16 يناير ما هضرتوا مع احد، ما تكلمتوا مع احد. حرام. وبالتالي لا، خلينا السيد الوزير، غير السيد الوزير شوف. حرام. السيد الوزير انا احترمك. وي والتي انا احترمك. ولكن بغيت وخليتك وخليتك لا وخليتك تقول الكلام ديالك كان معقولا او غير معقول. وبالتالي لا سمحتي وسعتي خاطرك، كنطلب لك السي عبد الرحمن العدوي هذا الشيء اللي كاين قطعني فيه السيد الوزير تحتاسبه وتضيفه لي باش نكمل الافكار ديالي. لا ولكن انا وبالتالي انا اللي كنطلع عليك السيد الوزير وبغيت نعرف الراي ديالك في الموضوع. انا موجود. هناك مقاربتين، اما المقاربه اللي تعقدنا عليها شامله واضحه باستحضار التدابير الاجتماعيه، باستحضار دعم اليات التضامن الاجتماعي، باستحضار الاستهداف، بتحصين جميع المكتسبات ديال الصناديق اللي عندنا في اطار المكتسبات الاجتماعيه واضحه تضمن التنافسيه ديال الاقتصاد الوطني، تضمن انه ما يكونش الوقع على الطبقات الوسطى والهشه. اتفق. اما عندنا مقاربه ميزانياتيه تنط لي وانتم كتفتشوا على هوامش من اجل انه نمروا من اجل الميزانيه من نسبه مقلقه الى نسبه مقبوله، ونخليو واحد الهوامش ديال الميزانيه، ولكن لا كانت غير مقاربه ميزانياتيه. وهذا ما يبدو، وهذا ما يبدو بكل صدق، لانه لحد الان وغادي نعطيك داك الشيء بالملموس، حتى الامور اللي كان فيها واحد النوع من التوافق في اطار التضامن الاجتماعي تراجعت عنها الحكومه. صندوق التماسك الاجتماعي السيد الوزير الذي يمول بالمساهمه الاجتماعيه للتضامن، اعطيني الحصيله ديالو الى حدود الان. حصيله صفر. صفر السيد الوزير، واتكلم بوثائق واتكلم بمعلومات ديال وزاره الاقتصاد والماليه. والاخطر من هذا هو انه حتى التعديل اللي قدمناه كذلك من اجل تشفيف هذا الصندوق وجعل ان ديك المساهمه الاجتماعيه للتضامن تدخل للصندوق بكل شفافيه رفض من طرف الحكومه. وبالتالي هذا الصندوق احدث سنه 2012 والانجاز فيه صفر. 12 في 2012 وفي 2013 تم التحصيل والانجاز والتحويلات من الميزانيه العامه لفائدته صفر. واتحمل مسؤوليتي بكل دقه وبكل موضوعيه. وبالتالي حتى ما يتم احداثه في اطار نوع من التضامن ما بين الشركات وما بين ذوي الدخل لفائده التضامن الاجتماعي، الحكومه تتراجع عنه، وبالتالي من اجل تمويل عجز الميزانيه لا تنفق اي درهم في هذا الصندوق. واتحمل مسؤوليتي، وان ثبت انني اقول عن معلومات مغلوطه اتحمل المسؤوليه. اكثر من هذا، نعطيك الارصده ديال الصناديق الاجتماعيه ولا راك عارفها السيد الوزير؟ نعطيك الارقام. كنظن انه كان سير الدوله. لا نعطيك الارقام معلوم، ونذكروا للمواطنين لانه كتقول لنا هذا الشيء ديال قال لكم وزير الماليه في لجنه البرلمان. ها هو ها هي الارقام. ودابا كتعرف غير داك الشيء اللي كيقول وزير الماليه. ما كيقولش وزير الماليه، وزير الماليه يدافع عن حصيله الحكومه، المعارضه اللي كتقول لكم الحكومه اخلفت موعدها فيما يخص التنزيل ديال الالتزامات الاجتماعيه حتى ما يمول من جنوب المغاربه ومن جنوب الشركات في اطار التضامن. تيسير وراميد. لا ما كنهضرش تيسير وراميد، نطلي تيسير وراميد المكونات ديال التمويل ديالو كانت معروفه ودقيقه، ولكن من اجل التعميم ومن اجل التوسيع كان ضروري واحد المجهود المالي، ولكن ما تم انفاقه في اطار صندوق التماسك الاجتماعي اقول لك في سنه 2012 صفر، وفي سنه 2013 صفر. واتمنى هو جديد واتمنى 2012 هو واتمنى لا، الحكومه حصلت 2 المليار في 2012. أيوة. وحصلت 2 المليار في 2013 وستحصل 3 المليار بفضل دخول ان شاء الله الضريبه على الطيران والضريبات الاخرى، وبالتالي ها هي 4 زائد 3 7 المليار درهم من المفروض انها تكون صمام ديال الامان وواحد العمل فيما يخص التضامن الاجتماعي، وفيه بالتالي تراجع
على الالتزامات، وبالتالي اتكلم بمواقع بارقام واتكلم بوثائق. نعطيك الصناديق الاخرى. صندوق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. تقليص التحويلات من الميزانيه. حتى هو مفلس. تقليص التحويلات، صندوق السيد الوزير، تقليص التحويلات والرصيد ديالو 3 المليار في اواخر سنه 2013. صندوق الصيدليه المركزيه الراميد. الصيدليه المركزيه اللي هو في الحقيقه غادي يوسع الراميد التغطيه الصحيه ونرجع لها من بعد. لانه كنا نتمناو انه التغطيه توسع على جميع جهات المملكه اخذا بعين الاعتبار بانه هذا صمام في التغطيه الصحيه بشهاده وزير الصحه بشهاده المجلس الاقتصادي والاجتماعي. إيه. كاين اختلالات خطيره، كاين خطيره لانه الان كنبيعوا ولا كنعطيو ديكارت وما كنعطيو ولوجيه وما كنعطيو خدمات صحيه. صندوق الخاص بالصيدليه المركزيه يدير 1.5 مليار ديال الدرهم ديال الرصيد. هل يعقل انه صندوق ديال الصيدليه المركزيه يدير 1.5 مليار ديال الرصيد؟ ياك تفكر بان صندوق ديال التنميه القرويه، صندوق التنميه القرويه، خليني نكمل السيد الوزير جاوبني. صندوق التنميه القرويه 20 دواء نقصناه، خليني نكمل لك، خليني نكمل لك 20 دواء. هذاك هي راه غنقصوا على الدواء. نتمنى ان تكون جعجعه بطحين. لا لا لا، ماشي كاين طحين ولا طحون. انا كنقول لك انا نائب ديال اقليم تاوريت، ونجي الى جيت الى جيت نعاود لك على الواقع الصحي سندرف الدموع جميعا. ها هو حتى انت تاوريت قريت لك واحد الرساله صيفطتها لهولسيم، غنسلم لك الشركه ديال هولسيم. هادي 10 ايام صيفطت لهم رساله حيت حنا متبعين الشغل ديالنا في الحكومه. انا جايك لهولسيم. صيفطت لهم اش كيديروا؟ ها هما صيفطوا لي نسخه من الرساله اللي وجهوا لك، اشنا هو العمل اللي كيديروا في التعليم وكيديروا في لابيسين وكيبني. كم؟ ها هو كم؟ ها هو شحال؟ ها هو نعطيه لك عبد الرحمن يسلمو. وحشو ما تكون الحكومه غائبه عن الملف. لا لا، حنا عايشين معاك. شنو عايشين شحال؟ انا غادي نرجع لك غير رساله. غنرجع لاونسيم، غنرجع لاونسيم. وعيطت لمول اونسيم قلت له انت ما كتدخلش في الاقتصاد المغرب، ما كتعاونش الشؤون الاجتماعيه. لا غير كانت حاله خاصه. لا 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 للاسف مازال عنده واحد القصه في الوقت. لا للاسف لما يتكلم الوزير او لما يتكلم اخر كنتكلموا على المقاصه. لا ما كنحلفش في نقاش ثنائي. ماشي الصناديق. الصناديق غيجي وزير الماليه يجاوبك. سيد الوزير، انا اتكلم عن تثبيت الحمايه الاجتماعيه اللي هي صمام الامان، صمام الامان ديال الاصلاحات من شكل اصلاحات نظام المقاصه. المواطن والمواطنه قد يتقبل بعض القرارات الحكوميه اذا كانت الحكومه عندها اجراءات جريئه فيما يخص كما قلت اولا تثبيت الشبكه الاجتماعيه وانظمه الحمايه الاجتماعيه اللي كاينه، كذلك الالتزام بما تم الاتفاق عليه في جميع المناقشات، وكذلك الاستهداف ومبادرات جديده. وبالتالي بلغه الارقام اقول لكم انه جميع الصناديق اللي عندنا وقع فيها تجنيد، وقع فيها تقليص، وقع فيها اكثر من ذلك استعمال الارصده ديالها من اجل ان تكون الحكومه تلميذا نجيبا وفيا لصندوق النقد الدولي. وبالتالي صندوق التنميه القرويه، صندوق التنميه الرياضه، الصيدليه المركزيه، التماسك الاجتماعي، التنميه البشريه، صندوق التنميه التقيه، كلها الارصده ديالها وهذه الارصده ديال الصناديق الخصوصيه وصل ل 70 مليار في وقت كنا نتمنى ان تستعمل هذه الارصده من اجل تثبيت الامور. بالتالي اذا كانت غير مقاربه ميزانيتيه انا مستعد نقول لك من غادي تجيبوا هاد 3 ولا 4 ولا 5 مليار درهم. عندكم مؤسسات عموميه مهمه تشيد المقرات ديالها ب 600 700 ديال المليون ديال الدرهم. عندكم هيبات من عند ممولين اجانب. يكفي ان الحكومه تاخذ قرار ديال تصنيف الطرق 55 مليون الاورو، يكفي الحكومه انه تخرج قرار فيما يخص محاربه التلوث الصناعي عندكم 60 مليون الاورو. وبالتالي كانت غير مقاربه، الا كانت غير مقاربه ميزانيتيه، الا ان شاء الله ان شاء الله لما لا، ان شاء الله لما لا، ولكن في حكومه قويه شجاعه بيادة. يا ربي ان شاء الله باش ما تكر عندك تكرفص. وبالتالي 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 عندك القضيه صعيبه، ما كان مشكل القضيه راه صعيبه. وبالتالي السيد الوزير قضيه صعيبه، الا كنت كنتمن هاد الدقيق اللي دارته صندوق المقاصه وفي نفس الوقت كنضمن مع السيده المديره اللي كتقول لي هديت في القتل وهذا الشيء راه
هددت بالقتل، وهذا الشيء راه ما نقبلوش، وهذا الشيء راه خطير وخص تكون له تداعيات في نفس الوقت. قمنا بواجبنا السيد الوزير، بغيت نلح ونأكد بلي ان المقاربه ديالكم مقاربه جزئيه وحاديه، تفتقد واحد النوع من الحوار الهادئ الرزين، وتقدموا من خلاله المعطيات في اطار اللجنه، في اطار ماشي حوار وطني او حوار مع المختصين، ولكن هذا الشيء كيقرب وجهات النظر وكيجيو القرارات من بعد اللي كيتخادوا. اذا عزمت فتوكل على الله. باش نقولوا هذه الحكومه اهتمات بمساله اجتماعيه اكثر من الحكومات السابقه، انا كنظن ما كنجانبوش الصواب. باش نكونوا موضوعيين عاوتاني، نكونوا موضوعيين، كاينه ظرفيه دوليه عالميه، كاين مع حكومه الاستاذ عبد الاله بن كيران، خصنا نعرفوا ما غادي نوصلوا حتى ل 10% من الاتفاقات اللي تعقدات لا مع السي عبد الرحمن اليوسفي ابريل 2000، ولا مع السي دريج الطوف 2003، ولا مع السي عباس الفاسي في 2011. باش نكونوا واضحين، تقاعد 1000 درهم بالنسبه للصندوق المغربي للتقاعد تقررت في عهد حكومه عباس الفاسي، 1000 درهم بالنسبه باش نكونوا منصفين، بالنسبه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سي محمد تسمعني مزيان، عهد حكومه الاستاذ عباس سي محمد ارسائل دار في عهد الاستاذ عبد الاله بن كيران، لا بونسيون مينيمال بالنسبه للارسائل دارت في عهد الاستاذ عبد الاله بن كيران، ولكن اجراءات اخرى باش نكونوا منصفين بالنسبه للصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دارت في عهد حكومه، لكن الارسائل نعم ما نديروش بحال السي الخلفي هذه 15 يوم عندكم هنا نسب الحكومه ديالو 600 درهم ديال الزياده، واش ماشي صحيح؟ لا طيب نسبها له، لا اللي حنا اللي خلصنا، بغيت نقول لا خلصتو كلش دات في غشت 2011 السي محمد، لا عندي انا غشت 2011 انا نجيب لك غشت تخلص انا نجيب لك السي محمد، واش مابقاش غادي نعيط لك السي محمد ونعطيك الوثيقه، نعطيك الوثيقه كتلات الاجور هذا ماشي مشكل، نتناقشوا بهدوء ايه ماشي مشكل الله يرضي عليكم، لانه انت راجل موضوعي. كتلة الاجور غير كلينا الضربه حنا في 2012 نزلت علينا المطرقه كبيره، جينا في 3 يناير خصنا من نخلصوا داك الشيء. دابا انت غترد لي الحصه ديالك سمع، انت غترد لي هاد 3 دقائق اللي خليتي لي صحتك خير. على فكره راه سالا البرنامج اخر تدخل باش تكونوا لا قالك اخر لا كاين كتلات الاجور كتلات الاجور استنفوا ديبا كتبان ثقيله في البي بي، لان البي بي ضعيف ضعيف بالتهريب، ضعيف بلافرود فيسكال، ضعيف بالريع، ضعيف بالتملص الضريبي، ضعيف بالاحتكار، ضعيف. وبالتالي علاش انا كنقول السي محمد استاذ حكومه الاستاذ عبد الاله بن كيران التزمات باش تحاور في مجموعه من الملفات الكبرى، راه التزمات همشات الحوار الاجتماعي. وبالمناسبه حنا في الاتحاد الشرقي كنتمنوا الخطوات التنسيقيه بين الاتحاد المغربي الشغل والكونفدرال الديمقراطي الشغل والفيرالي الديمقراطي الشغل باش نديروا واحد التوازن ميزان القوى في البلاد، باش نحرصوا على صون المكتسبات الاجتماعيه اللي تحققت. وبالتالي حنا نظام المقاصه في الاتحاد الشراكي نربطها سي محمد بالمنظومه الشامله ديال الدعم، منظومه الدعم باكملها. شحال ديال الملايير كتمشي في المساله الاجتماعيه سي محمد؟ الملايير معلوم، لكنها مشتته. ها الصندوق الوكاله الوطنيه للتنميه الاجتماعيه، ها اللي قال سي صندوق التنميه القرويه، صندوق التنميه الجبليه، المبادرات البشريه، الوكاله، كل شيء. هذا الشيء علاش هذا التشتت كامل وتعدد المتدخلين بالاضافه لصندوق المقاصه؟ علاش ما تكونش عندنا الجراه وتكون عندنا جراه سياسيه باش نخلقوا وكاله خاصه بما هو اجتماعي تحت اشراف رئيس الحكومه ويمارس صلاحيته الدستوريه، وهنا باش تبان الحكامه. أما غتبان الحكامه غتبان الاهداف غتبان الرؤيه غتبان كل شيء. وبالتالي نحن في الاتحاد الشراكي ما كنتزايدوش، كنغلبوا المصلحه الوطنيه، ولكن في اطار انه تكون واحد المقاربه شموليه بواحد لاجوندا زمنيه، مش نقولوا كل شيء نديروا هذا العام، ولكن تكون مقاربه شموليه تستحضر البعد الاجتماعي، تستحضر الوظيفه الاقتصاديه، تستحضر الوظيفه الماليه، تستحضر التنافس الشريف، هذا هو اللي كنطمحوا له. وبالتالي حنا الاعتبارات اللي كتحكمنا هي اعتبارات ديال خدمه المصالح العليا للوطن، ما كنتزايدوا على حد. وبالتالي ملي كنقولوا علاش قلت السي محمد انا سولتو على النفقات العموميه في الاداره؟ ماشي خصنا نديروا غير اون دوتاسيون ليميتي، لا خصنا نقصوا من السيارات، خصنا نقصوا منهم،
خاصنا نحاربوا دوك المسؤولين اللي عندهم السياره وكياخذوا التعويض على التنقل كل شهر، كاينين في الوظيفه العموميه خاص يتبحث فيها. خاصنا نديروا لوديت المكتب الوطني للكهرباء وكاع المؤسسات اللي كتستافد قبل ما نديروا معاها كيت شارج، وخاص هذا الشيء ديال الكيت شارج يدار للمرحله الانتقاليه سي محمد باهداف واضحه اقتصاديه اجتماعيه ان شاء الله، وكذلك الحمايه الاجتماعيه ما خصهاش تغيب في استراتيجيه الحكومه، لانه بدون حمايه اجتماعيه غادي نعيشوا مجموعه من الاحتقانات الخطيره اللي احنا ما باغينهاش لبلادنا. مخاطر معك لا سيد وزير، نعطيو دقيقه لكل واحد. انا بغيت غير الى اي احنا ماذا بنا على واحد القضيه اثيرت مؤخرا هي قضيه الارقام، احنا اثرنا الارقام إيه؟ بين ارقام الحكومه وبين ارقام التوقعات، لا غير يعني بما انه صار يعني ملف مطروح الان، تعطينا وجهه النظر للمشاهدين علاش هذا الاختلاف بين التوقعات ولا الارقام الرسميه ديال الحكومه وارقام بحال مثلا ديال المندوبيه الساميه للتخطيط والمركز الظرفيه. انا بغيت نغتنم هذه الفرصه ديال هذا اللقاء المبارك واخا فيه شويه النقاش حاد، باش نقول بين انه عندنا اطر من المستوى العالي علماء في المندوبيه الساميه للتخطيط. عندنا اختلاف وكيف يفهمون شغلهم وكيعرفوا يصايبوا الموديل ايكونوميك ولي سيمولاسيون، شغالهم حليفيه وفي مستوى عالي بشهادة مؤسسات عالمية. احنا عندنا مشكل مع السيد المندوب السامي، بغينا نعرفوا القانون ها هو، ما كنتكلموش بلا قانون. القانون اش كيقول؟ المرسوم ديال هذه المندوبية، تسير المندوبية السامية الموضوعة لدى الوزير الأول من لدن المندوب السامي وتنظم وفق الاحكام. هذه مؤسسه تابعه لرئيس الحكومه، هذا المرسوم موقعه السيد رجتو من بعد ما جلاله الملك عين السي احمد الحليمي بظاهر اللي اعطاه هذاك الظاهر، اعطاه الامتيازات اللي عند الوزاره الامتيازات واش كيسميوها المنافع ولا ما عرفتش داك الشيء، انا ما كنعرفش داك الشيء بزاف، الامتيازات والمنافع اللي عاطين الوزاره هذه 15 عام، لانه كان مع السي عبد الرحمن في نعم السي عبد الرحمن ومن بعد راه باقي وزير 15 عام هادي تبارك الله. الاختلاف اللي عندنا معاه وهو النداء اللي وجهت ليه، وكاينه صحافه ما بغاتش تفهم هذا الشيء، انا وجهت ليه نداء واحد، كان خصو يتسنى حتى يجيوه لي كونت دو لا ناسيون، الحسابات العمو الحسابات الوطنيه، وهاد الحسابات الوطنيه ما كتكون واجده حتى لشهر مارس ولا ابريل، عاد يمكن يبني توقعات. الموديل اللي كيستعمل لي زيبوتي الفرضيات اللي كيدخل غادي تديه المشاكل. وجهت ليه نداء كنقول له راك كضر بلادك السي احمد الحليمي وطنيا ودوليا، ما وطنيا كيضرنا هنا غنرجع ايضا المؤسسات معلوم المؤسسات المؤسس كيضرنا مع البنك الدولي، كيضرنا مع صندوق النقد الدولي، كيضرنا مع البنك التجاريه. ودابا غدا غنمشيو نشريو القمح، دابا غنمشيو نشريو القمح، محتاجين الابناك، غيقولوا لنا الابناك سيروا في حالتكم لانه انتم ما غاديش تردوا لنا فلوسنا. بحال هذا الشيء، هذا الخطاب اسس بيا انا عشتو في الثمانينات، وكنت كنقول على عزيزي واخي وصديقي فتح الله والعلو، ومن بعد راه رجع وزير الماليه ومشى كيجري لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. شوف هاد صندوق النقد الدولي انت كتعرف هادشي خير من اي واحد، هادي الا كان عندك الفلوس وبخير ما تمشيش لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هذا بحال البنكه اللي عندك في الدرب، محتاج الفليسات كتمشي للبنكه. الا ما عندكش ضمانات يا خويا كلامك مسوس، ما عندكش والله ما يعطيك فلوس. الحكومه مستعده للحوار، وكنأكد لك باسم رئيس الحكومه انه مستعد للحوار مع المركزيات النقابيه، وقلنا لكم هذا الشيء، وماشي الحوار للحوار، مستعدين نجلسوا ونتفاوضوا، والسيد الرئيس مستعد، ولكن راه ما غيمكن لناش شي حد يعرق لنا هذا الحوار ونبقاو نتفرجوا. اذا شكرا السيد الوزير. لا لا خليك عافاك السي السبيع انه هذا في 13 مارس راه هو اللي كنطبقوا
شكرا شكرا تدريج بشويه شكرا سيد الوزير كنصلحوا بشويه وبالمعقول شكرا.